العلاقات الزوجية قائمة على المشاركة والتفاعل بين الطرفين، وعند اجتماع زوجين بطباع مختلفة قد تقع بعض المشاكل، وقد يتأقلم كل منهما مع الآخر. على سبيل المثال، منهم من يميل إلى الثرثرة وكثرة الكلام، بينما يفضل البعض الصمت وقلة الكلام. أحب شريكة حياتي تكون أكيد ثرثارة لأسباب كثيرة، من أهمها أنك تشاركك أكيد يعني أفكارك، تشاركك همومك كمان. كمان الثرثارة أنت تعرف كل اللي في قلبها، الصامتة تكون صامتة ممكن تفجر في أي وقت يعني. أحب طبيعة الحال الزوجة الصامتة، لأن أنا شخص ثرثار جدا وأبي زوجة تكون تسمع لي ولا تتكلم فقط، وهذا السبب الوحيد اللي بختار زوجة صامتة، لأني أحب الكلام كثير مرة وأحب أفكر بصوت عالي. طبعا أنا أفضل الزوجة الثرثار، لأن أساسا لغة الحوار هي الأصل في التقارب بين الزوجين. ما أسمي ثرثارة، أهم شيء إن تكون إحنا محتاجين في عصر هذا، عصر كلها فيها كآبة وروتين ممل، هذا نحتاج واحدة الله يسلمك اللي هي أم العيال، احنا نسمي الله عليك، إن تفضل لها وتفضل لها. أما تكون مجرد صامتة، هذه أعتقد أنا بالنسبة لي أنا أحس إني راح أكون كئيب. أنا أرغب في شركة الحياة أنها تكون صامتة، لأن الرجل غالبا يكون في مجال العمل يكون في ضغط عمل، وإذا ترجع البيت بيكون مرتاح وفي وضع ريلاكس. خير الأمور الوسط، لكل مقام مقال، لا ثرثار ينفع ولا صامت ينفع. ذهب الرجال على تصوير النساء باعتبارهن ثرثارات، وهذه النظرية حاول الرجل مرارا وتكرارا أن يرسخها إلى أن انقلبت عليه، فقد أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن الرجال هم أكثر ثرثرة من النساء. وفقا للدراسة، قال 55% من الرجال إنهم يثرثرون خلال فترة العمل مقارنة ب 46% من النساء. ويتصدر موضوع المشاكل العائلية قائمة الثرثرة بالنسبة للنساء، ويتبعه أخبار أصدقاء المدرسة، الموضة والأزياء وأخبار الجيران. أما قائمة ثرثرة الرجال فيتصدرها أصدقاء المدرسة، ومن ثم أكثر امرأة جميلة في العمل وترقيات ورواتب، وأخيرا انتصارهم على أعز الأصدقاء. دراسة ربما قد تكون صادمة لأغلبية الرجال، فعادة هم لا يحبون الثرثرة، لكن لكل قاعدة استثناء. وكما قال أحد الحكماء أن الثرثرة فن لا يجيده كل الناس، لكن إذا اخترتم أن يكون شريككم ثرثرا فعليكم أن تختاروا ثرثارا موهوبا بفن الثرثرة.